بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ درسنا لهذا اليوم في الصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني بعنوان المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال بإعداد الأستاذ سعيد الشلوي ومقدمكم الأستاذ فواز حنتول. لنبدأ على بركة الله. المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال، ما هو أو ما هي البيانات؟ هي معلومات تكون في الغالب أعداداً أما بالنسبة للمتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات وهي الأعداد، هي مجموعة أو مجموع البيانات مقسوماً على عددها، بمعنى أن نحسب البيانات اللي هي الأعداد ونقسمها على عدد هذه البيانات أو الأعداد. مثال على ذلك، عندنا هنا البيانات أو الأعداد 3+6+5+6 مقسوما على عدد البيانات أو الأعداد 4 أعداد، نقسمها على 4 يصبح لدينا مجموع هذه الأعداد 20 على 4 يصبح لدينا المتوسط الحسابي هو 5. المتوسط الحسابي أصبح لدينا الرقم 5. مثال، أوجد المتوسط الحسابي لمجموعة البيانات التالية: 8 عصافير بالريال، عندنا 8 لمجموعة من العصافير، 5 ريالات، 9 ريالات، 5 ريالات، 6 ريالات، و10 ريالات. طريقة الحل: لدفع الحل الصحيح نأخذ الأسباب خطوتان لعملية الحل. الخطوة الأولى وهي عملية إيجاد مجموع هذه الأعداد بهذا الشكل: أجمع البيانات 5+9+5+6+10 يصبح لدينا الجواب 35، ناتج جمع الأعداد 35. نأتي إلى الخطوة الثانية وهي عملية القسمة. نقسم على ماذا؟ نقسم على عدد هذه الأعداد، عددها 1, 2, 3, 4, 5. إذن نقسم 35 على 5 بهذا الشكل يصبح لدينا الجواب 7. 35 تقسيم 5 يساوي 7. إذن المتوسط الحسابي لأثمان عصافير ريالات هو عبارة عن كم؟ 7 ريالات. نأخذ تدريب على ذلك: أوجد المتوسط الحسابي لمجموع البيانات التالية: أعمار الطلاب، لدينا مجموعة أعمار الطلاب 12 سنة، 10 سنوات، 13 سنة، 14 سنة، و11 سنة، و13 سنة، و11 سنة. طريقة الحل: نبدأ بالطريقة الأولى والخطوة الأولى وهي عملية إيجاد مجموع هذه الأعداد، بهذا الشكل: أجمع البيانات 12+10+13+14+11+13+11 يصبح لدينا مجموع هذه البيانات أو الأعداد 84. ننتقل بعد ذلك للخطوة الثانية وهي عملية القسمة. نقسم على عددها، كم عدد هذه البيانات أو هذه البيانات؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. إذن نقسم 84 على 7 في الخطوة الثانية بهذا الشكل: أقسم مجموع البيانات على عددها 84+7، إذن الجواب 12. إذن توصلنا إلى أن المتوسط الحسابي لمجموع هذه البيانات هو 12. بعد ذلك ننتقل إلى الوسيط. ما هو الوسيط؟ هو العدد الأوسط، يعني نستخدم كلمة الوسيط في مجموع من البيانات أو مجموعة من البيانات. وذكرنا سابقا ما هي البيانات، في الغالب هي تكون أعدادا بعد كتابتها بالترتيب. لذلك نركز على النقطة هذه، أن البيانات في الغالب تكون هي أعداد، وأن
تكون بعد كتابتها بالترتيب، وهو نرتبها من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. نعطي مثال على ذلك، عندنا مجموعة من البيانات 4 7 9 12 15 20 و22. ما المطلوب منا؟ أن إيش؟ أن نختار العدد الموجود في الوسط أو في المنتصف بعد إيش؟ بالترتيب، بعد كتابته بالترتيب. لو نظرنا أمامنا عندنا المثال هنا مرتب جاهزا بدءا من الأصغر إلى الأكبر هو 22. ماذا ينبغي علينا بعد ذلك؟ نختار الرقم في المنتصف. فهنا نقطة مهمة، وهي عملية إيش؟ نعد الأعداد. كم عددها؟ 1 2 3 4 5 6 7. لاحظوا الآن مجموع أعدادها أو عددها هذه البيانات هي 7، إذا لـ7 عدد ترتيب، إذا من خلالها نستطيع أن الوصول إلى أن الوسيط أو العدد الأوسط هو رقم 1، لأنه عدد ماذا؟ عدد ترتيب. لنرى، لاحظوا الآن أصبح لدينا 12 هو الوسيط. لماذا؟ لاحظوا على يمينها 3 أعداد وعلى يسارها 3 أعداد والرقم 12 في المنتصف، إذا الوسيط هو الرقم 12. نأخذ مثال على ذلك، مثال أوجد الوسيط لمجموع البيانات التالية، درجات مسابقة الخط العربي. عندنا مجموعة من الدرجات 70 72 78 83 81 71 74 72. ماذا ينبغي علينا للوصول إلى الحل الصحيح؟ كما ذكرنا سابقا وعرفنا في الوسيط، هو أن نختار العدد الأوسط، بمعنى أن نختار العدد الموجود في المنتصف لمجموع البيانات. بعد نقطة مهمة جدا، وهي التركيز عليها بعد كتابتها بالترتيب. فمن الخطأ أن نبدأ أن نختار مباشرة من خلال الأرقام اللي أمامنا، نختار الرقم الموجود في المنتصف. لماذا؟ لأن الأرقام اللي أمامنا ليست مرتبة من الأصغر إلى الأكبر، فلذلك نبدأ في الخطوة الأولى وهي عملية الترتيب. لنرى الطريقة، رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. الآن صارت أصبحت أمامنا مرتبة جاهزة، 68 أصغر شيء، ثم 70 ثم 71 ثم 72 ثم 72 مرة أخرى ثم 72 مرة أخرى. لماذا؟ لأن موجودة هنا 3 مرات، لذلك نكتبها مع التكرار، نكتبها مع التكرار. بعد ذلك 74 في الأخير 3 و80، ثم نختار الرقم الموجود في المنتصف. طيب، ذكرنا سابقا أن نعد الأعداد، إذا أصبحت أعداد فردية، مجموعة أعداد فردية، نختار رقم 1 وهو في المنتصف. أما إذا أصبحت لدينا أعداد عدد الأرقام أو البيانات عدد زوجي، في هذه الحالة نختار رقمان في المنتصف. لنرى أمامنا 1 2 3 4 5 6 7 8، الثمانية تعتبر الأعداد الزوجية، إذا يوجد رقمان في المنتصف. ما هما الرقمان؟ لنرى طريقة الحل بهذا الشكل. لاحظوا الآن أصبح لدينا 72 و72 هما في المنتصف، لذلك أصبح لدينا. فماذا ينبغي علينا في هذه الحالة؟ نجمع الرقمان ثم نقسمهم على 2 حتى نوجد المنتصف بينهما بهذا الشكل. 72 زائد 72 يصبح لدينا 144. بعد ذلك نقسم ال 144 على 2 يصبح لدينا 72. لاحظ نفس الرقم، لماذا؟ لأن الرقمان نفسهما. أما إذا اختلف الرقمان في هذه الحالة راح يوجد لدينا رقم مختلف عن الرقمان الموجود في المنتصف. أتمنى يكون المثال واضح. ننتقل للتدريب الآخر على الوسيط. أوجد الوسيط من مجموعة البيانات التالية، عندنا أحرف، عدد الأحرف من كلمات 9 6 12 7 14 و10. لاحظوا الآن لو نظرنا أمامنا، هل الأرقام مرتبة؟ لا، لابد الخطوة الأولى عملية الترتيب لإيجاد الوسيط، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي الترتيب من الأصغر إلى الأكبر. نرتبها، نبدأ بالخطوة الأولى، لاحظوا أمامنا، رتبناها من الأصغر للأكبر، عندنا 6
سبعة سبعة مع التكرار، تسعة عشرة اثنى عشر وأربعة عشر. بعد ذلك نبدأ الخطوة الثانية ونختار الرقم الأوسط. تلاحظوا الآن عندنا كم عددهم؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، والسبعة عدد فردي، إذا يوجد رقم في المنتصف وهو، لاحظوا الآن موجود في المنتصف. لماذا؟ لأن يمين ثلاثة أرقام وعلى يسار ثلاثة أرقام، إذا في هذه الحالة يكون الاختيار الصحيح هو الرقم تسعة، إذا العدد الأوسط وهو الوسيط الرقم تسعة. ننتقل إلى المنوال. ما هو المنوال؟ المنوال، تعريف المنوال هو العدد أو الأعداد الأكثر تكرارا. لاحظوا هنا عندنا المنوال، ننظر إلى العدد، يمكن يكون عندنا عدد واحد أو أعداد لها تكرارات كثيرة. بمعنى إذا وجدنا عدد هو الأكثر تكرارا، بمعنى تكرر أكثر، يعتبر المنوال. أما إذا وجدنا مثلا عددان لهما نفس التكرار وهما الأكثر عن بقية الأعداد، إذا في هذه الحالة نختارهم هما، ممكن يكون رقمان، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، على حسب الأعداد الموجودة أمامنا، ويكون لدينا المنوال. نعطي مثال على ذلك. مثال عندنا واحد، رقم واحد وخمسة اثنان وخمسة وستة وسبعة. ننظر إلى أمامنا، وجدنا أن الخمسة مكررة مرتان، وبقية الأعداد مكررة مرة واحدة. في هذه الحال يصبح لدينا أن الرقم خمسة هو المنوال، يصبح لدينا أن الرقم خمسة هو المنوال. لماذا؟ لأنه تكرر أكثر عن بقية الأرقام الأخرى. إذا الخمسة هو العدد يمثل المنوال. أما إذا فرضنا أن لا يوجد الخمسة، هنا يوجد الخمسة مرة واحدة، يوجد الخمسة مرة واحدة. بمعنى في هذه الحالة هل نقدر نقول أن يوجد منوال؟ لا، إذا وجدنا أن جميع الأعداد تكررت مرة واحدة، في هذه الحالة نقول إيش؟ لا يوجد منوال، لا يوجد منوال. مثال على ذلك، أوجد المنوال لمجموع البيانات التالية. أوزان طلاب في الكيلوغرام، عندنا 40، 42، 38، 42، 53، 46، 44 و46. هنا لا يهمنا عملية الترتيب، قدر ما يهمنا هو ننظر إلى الأرقام، نركز على الأرقام الموجودة، عدد تكراراتها، ومن خلالها نستطيع إيجاد المنوال. طيب، كيف نستطيع إيجاد المنوال؟ أول شيء ننظر إلى الأرقام بترتيب، ما هي الأرقام التي تكررت؟ لاحظوا عند الأربعة المرة الأولى، 42 المرة الأولى، 38 المرة الأولى، 42 للمرة الثانية، 53 المرة الأولى، 41 المرة الأولى، 44 للمرة الأولى، و 46 للمرة الأولى. في هذه الحالة نقول المنوال هو العدد أو الأعداد الأكثر تكرارا لمجموع البيانات، فمن خلالها وجدنا أن الـ 42 تكررت أكثر شيء، أكثر شيء. في هذه الحالة لاحظوا الآن أمامنا صارت الدائرة الحمراء، الـ 42 هم الوحيدة التي تكررت أكثر مرتان. في هذه الحالة نقول أن المنوال هو إيش؟ إذا المنوال هو العدد 42. لماذا؟ لأنه تكرر مرتين، ناخذ تدريب على ذلك. أوجد المنوال لمجموع البيانات التالية، عندنا درجات طلاب في إحدى المواد، 6 درجات، 10 درجات، 7 درجات، 8 درجات، 9 درجات، و10 درجات، و6 درجات. ماذا ينبغي علينا؟ نبدأ الأعداد أمامنا، المنوال عدد أو الأعداد الأكثر تكرارا لمجموع البيانات، نركز على الأعداد، عندنا 6 مرة واحدة، 10 مرة واحدة، 7 مرة واحدة، 8 مرة واحدة، 9 مرة واحدة، 10 للمرة الثانية، 10 لاحظوا الآن للمرة الثانية، والستة للمرة الثانية. لاحظوا الآن أمامنا الرقم 6 والرقم 10 تكررت مرة ثانية، يعني لهما نفس التكرار. إذا في هذه الحالة لاحظوا الآن 6 باللون الأزرق، وضعنا عليه الدائرة الزرقاء تكررت مرتان، والعشرة والدائرة الحمراء تكررت مرتان. في هذه الحالة نطلق على أنهما العدد 6 والعدد 10 هما المنوال، لأنهما تكررا لهما نفس التكرار. إذا المنوال هما الرقم 10 و
والرقم 6 لأن القيمتان تكررت مرة ثانية، لأن القيمتان تكررت مرة ثانية. أتمنى يكون تدريب واضح سهل ووصل المعلومة بشكل المطلوب. ملخصنا لهذا الدرس، تكلمنا عن المتوسط الحسابي، ما هو المتوسط الحسابي؟ إيجاد المتوسط الحسابي أول خطوات نبدأ بعملية جمع البيانات، جمع البيانات، ثم بعد ذلك ننتقل الخطوة الثانية وهي أقسم مجموع البيانات على عددها، لذلك نحصل على المتوسط الحسابي. كذلك تكلمنا عن الوسيط وهو العدد الأوسط لمجموع البيانات بعد كتابتها بالترتيب، فلذلك للوصول إلى الجواب الصحيح للوسيط نبدأ بالخطوة الأولى وهي عملية الترتيب، وذكرنا سابقا أن الترتيب مهم جدا للوصول إلى الوسيط، فلذلك نرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، بعد ذلك من خلالها ننتقل الخطوة الثانية وهي ناخذ العدد الأوسط في مجموع البيانات، ممكن يكون عندنا رقم، ممكن يكون عندنا رقمان، فيصبح لدينا رقمان، نجمع الرقمان نقسمهما على 2 ونوصل إلى الوسط. كذلك تكلمنا عن المنوال، والمنوال ما هو؟ هو العدد أو الأعداد الأكثر تكرارا لمجموع البيانات، فعندنا هنا ممكن يكون المنوال عدد واحد، وممكن المنوال يكون عددان أو 3 أعداد، وذكرناها في المثال السابق. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى